قصف البراميل المتفجرة على بلدة سكرية. ثلاث براميل على أحياء مدينة درعا. الله أكبر. غارة من الطيران الحربي لاستهدف حي رشدية. عملية البحث إذا ما كان هناك ضحايا تحت الأنقاض. الثاني والخمسون على التوالي. الريحة تدمر وتحرق. فوراً عفواً فوراً. الله أكبر، حالات الاختناق جراء القاء غاز الكلور على مدينة لطامني. الله أكبر. براميل كالأطلال. الحمد لله رب العالمين. للعمل في منطقة حيش وعلى الأوتوستراد الدولي.